وأما هذا الذي يحتج به البعض علي من أنك قلت بالجزء الثاني من فقه الأخلاق، هذه العبارة القديمة التي موجودة في بعض كتب أبناء العامة، من لا شيخ له فشيخ الشيطان، فكأنه إذن لا بد أن يكون للفرد شيخ مثل هؤلاء لكي يربيه ويجربه ويسلكه. كأن هذه الرواية تشير إلى هذه المجموعة بالذات، آسفا على العقول القاصرة والتأويلات الفاسدة. أولا أنها ليست رواية أصلا، وإنما هي من موضوعات بعض الصوفية. ثانيا أنني أذكر كثيرا من الأشياء والمفاهيم بصفتها أطروحة لا بصفتها أمرا جزميا، وهذه الفكرة منها. ثالثا أنها على تقدير بل وجودها كرواية فهي رواية ضعيفة جدا ومرسلة ولا حجية فيها، ولو كنا في الفقه والتفسير لرفضناها بالكلية. رابعا أنه من الواضح أننا إن صدقناها فإنما يراد بالشيخ حينما يقال من لا شيخ له فشيخه الشيطان، أي من لا مربي له فمربيه الشيطان. وليس في النجف ولا واحد، وأنا الآن أعلم بالرغم من أنني لم أسمع ولا درس خارج لغيري، لكنني أقسم أنه لا يتعرض شخص من مراجع النجف إلى مطارج محمد باقر الفاقد. علي اللعنة إذا سمعت واحد تعرض لمطارج محمد باقر، لا من فخر ولا بريئين من نبرات الذئب بالجميع، ولكنه هذا شيء أنا درسي منبر لآرائه وأرض لمحاسنه.
الإنسان وشتاف في المكاسب وشتاف. أما العرفان فلا معه، أما العرفان فلا معه. المهم أنه ثم جاء ثالث القوم وإن كان ملاوية كمل الشنشقية وهو داعيكم، وهو داعيكم. أما أيضا يدعي الناس أنه بجنب باطني ولا يحتمل أن يكون اتجاهي باطني باطلا ولا